الاتحاد السعودي يعتمد بطولة السوبر ويفتح الصراع بين بطلي الدوري والكأس، وتحديد 3 مباريات لكل نادي في زين للاستعانة بالصافرة الأجنبية. رئيس النصر يقبل استقالة السويلم ويكلف العثمان باستلام المهمة، وياسر القحطاني يزود مدرب الهلال بمخطط إسقاط كالديرون، والغبيني يعلن عن مفاجآت جماهيرية جديدة للهلاليين عبر كورة. لجنة الحكام تسدل الستار على أخطاء الموسم، وخليل جلال يؤكد عبر كورة منع التصريحات ضد قراراتنا أظهر الأقلام الإيجابية. الأهلي يغلق أبواب الاحتفالات ويحط رحاله في أبوظبي، والفتح يزاحم قائمة الكبار بأداء نموذجي. أنتم تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم الثابت 11:30 الذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ كما اعتدتم بأخبار شوت. أقر الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة مباراة السوبر السعودي بين بطل دوري زين السعودي وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين الأبطال، وإحالة الموضوع للجنة الفنية والمسابقات لوضع الآلية وتحديد الوقت المناسب. جاء ذلك في اجتماع الإدارة المؤقتة الذي عقد في جدة الخميس الماضي برئاسة رئيس الإدارة أحمد عيد، وقد تم اعتماد لائحة الانضباط الجديدة من الناحية المبدئية على أن يكلف إبراهيم الربدي وأحمد الخميس ومصلح المسلم لمراجعتها بشكل نهائي قبل الاعتماد نهائيا. كما تم خلال الاجتماع اعتماد البرنامج الزمني للمسابقات والبطولات التابعة للاتحاد، بحيث تنطلق مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين الأبطال يوم الجمعة 5 أبريل 2013، كما تبدأ المراحل النهائية لمسابقة كأس ولي العهد بمشاركة أندية الدرجة الممتازة يوم الأربعاء 28 نوفمبر 2012. أما مسابقة دوري كأس الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الممتازة تبدأ منافستها يوم الأحد 26 أغسطس 2012. يعقد المهندس محمد السراح مدير عام بطولة كأس العرب 2012 لكرة القدم للمنتخبات صباح غد الاثنين اجتماعا برؤساء اللجان العاملة في البطولة التي تم اعتمادها مؤخرا، وذلك للوقوف على آخر استعدادات وترتيبات لجان البطولة والتي يستضيفها الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في محافظة جدة والطائف خلال الفترة من 22 يونيو إلى 6 يوليو المقبلين. وسيعقد الاجتماع في مقر الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، حيث سيتم الاطلاع ومعاينة خطة عمل كل لجنة لاعتمادها من مدير عام البطولة. كما سيعقد عند الواحدة من ظهر غد اجتماع لمدير عام بطولة كأس العرب مع الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم سعيد جمعان وبحضور رؤساء لجان البطولة كافة، وذلك في مقر الاتحاد العربي لكرة القدم بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض. كلف الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر سالم العثمان للعمل كمدير عام لإدارة كرة القدم في النادي بعد قبوله استقالة محمد السويلم، مقدما شكره وتقديره له على الجهود التي بذلها طوال فترة عمله بالنادي. بحسب البيان الذي أصدره المركز الإعلامي في نادي النصر اليوم، يذكر أن الإدارة النصراوية تعاني ضغوطا جماهيرية بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها أمام الأهلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال الجمعة الماضي، حيث تواترت أنباء عن استقالات في الإدارة النصراوية، إلا أن ذلك لم يتأكد إلا بعد البيان الذي أصدره المركز الإعلامي اليوم. رغم احترافه في دوري الإمارات وانتمائه لأحد فرقه حاليا، إلا أن ذلك لم يمنع النجم السعودي ياسر القحطاني من تقديم خبرته في الأندية الإماراتية وملاحظاته الفنية لنقاط ضعف فريق منياس الإماراتي والذي سيقابل الهلال في مواجهة مصيرية ضمن منافسات دوري 16 الآسيوي الأربعاء المقبل. وذكر القحطاني في عدد من التغريدات في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن مباراة الهلال مع بنياس صعبة وسهلة في الوقت نفسه، وبيّن أنها قد تكون صعبة على الهلال إذا لم يقرأ الخصم جيدا ويحترم الطريقة التي يلعب بها كالديرون وتعامل معها جيدا. وقال القحطاني إن مناطق القوة والضعف واضحة في بنياس، وتمنى ياسر القحطاني تأهل الهلال إلى دور الثمانية، وطالبا هاشك بالتركيز على هذه النقاط التي ذكرها حول تكتيك بنياس. أعلن رئيس نادي نجران المهندس صالح المريح أن إدارة نادي لا تزال تبحث عن مدرب يتولي مسؤولية شؤون الفريق الفنية خلف للمقدوني جوكيكا الذي تعاقد مع نادي التعاون لتدريب فريقه الأول الموسم المقبل،
وقال آل مريح أن هناك مفاوضات جادة مع مدرب أوروبي قدير، وقد وصلت المفاوضات لمراحل متقدمة واقتربت من الانتهاء. وأكد رئيس نادي نجران أن نادي اقترب من التوقيع مع 4 من لاعبي أندية الدرجتين الثانية والثالثة يلعبون في عدة مراكز يحتاجها الفريق كحراسة المرمى والظهير الأيسر وصانع ألعاب ومهاجم، مشيرا إلى أن النادي ألغى فكرة التعاقد مع الثنائي علي الشعلة وعبد الله العباس بسبب المبالغ الكبيرة التي اشترطتها إدارة نادي الخليج. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا بداية الحلقة نرحب بضيفينا نايف العنزي المحلل الفني المعروف والمدرب الوطني. مساك الله بخير يا كابتن. يا هلا، مساك الله بالنور. أهلا وسهلا فيك. الله يحييك. محمد الغامدي مدير التحرير بصحيفة عكاظ. أنا محمد. حياك الله ترك. أهلا وسهلا فيك. حياك. طيب نبدأ مباشرة بالأخبار، ما عندنا وقت، مواضيعنا كثير وإن شاء الله يكفي وقت الحلقة نخلص مواضيعنا كلها اليوم. إقرار بطولة السوبر بين الشباب والأهلي واعتماد مواعيد بطولات 2013. أحلى شيء اعتماد البطولات، نحب التوقيت يريح يعني الإجازات وبطولة السوبر يعني أي دولة كذا فيها مسابقة رياضية حلو أن يكون في مباراة بين البطل الدوري وبطل الكأس. نايم. شيء حلو. طبعا هي ظاهرة يمكن على مستوى العالم مثل ما ذكرت، أنت تشاهد بطل الدوري وبطل الكأس يبدأون في بداية الموسم، يكون الأجمل أن يكون هذا الدخل وهذا الجمعيات سواء يعني جمعيات خيرية أو أيا كان يعني دخل هذا دخل المباراة. حلو أن تبدأ الموسم ببطلين، بطل كاس وبطل دوري، يعني تسخن الأجواء ويستفاد منها في يعني العائد المادي، وهذا هو الأهم في مثل هالمناسبات. طيب قبل ما أخذ محمد الموضوع هذا خلينا نطلع شوي طلع كذا في موضوع سريع وبعدين نرجع نكمل موضوعنا اليوم، عشان ما نبغى الأخ الاتصال اليوم. شركة موبايل اللي هي الراعي أو الشركة الاستراتيجي، مش الراعي، الشركة الاستراتيجي لنادي الهلال عندها شوية مفاجآت للجماهير الهلالية في مباراة الغد. معنا على الهاتف الأستاذ حمود الغبيني. طبعا حمود الغبيني وموبايل ما في داعي نعرف. حمود مساك الله بالخير. هلا مساء النور، حياك الله. حيا الله حمود. حمود اليوم يعني الأخبار كثير يعني تناقلتها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن مفاجآت تحضرونها أنتم للجماهير الهلالية، حط المشجع الهلالي في الصورة من خلال البرنامج. أنا ما أعتبرها مفاجآت، لأنه بصراحة إحنا تعودنا عليها تقريبا في كل موسم أن نقدم للهلال شيء مميز. أعتقد مباراته مع بنياس بعد الغد إن شاء الله يوم الأربعاء هتكون مباراة مفصلية مهمة جدا، وإحنا صراحة يعني كبادرة من شركة موبايل الشركة الرسمية للهلال، وهي ليس بالمرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة خلال الأربع أو خمس سنوات الأخيرة مع شراكتها مع الهلال، قررنا أن يكون دخول جميع اللاعبين جميع الجماهير للمباراة مجانا في هذه المباراة، وتكفل موبايل طبعا بجميع هذه التكاليف. رغم أن هذا يدخل مئات الألوف الريالات من شركة موبايل، ولكن أعتقد المباراة هي الأهم في هذا الموسم، مباراة مفصلية مهمة جدا دوري الثمانية. ان شاء الله تاهل الهلال، ودعو الجماهير انها تؤازر الزعيم في هذا اليوم المهم. طيب حمود، فقط تذاكر يعني تعتمدوها للجماهير الهلاليه؟ احنا طبعا مع هذه البادره والمبادره قررنا انه نقدم 50% خصم على جميع ادوات التشجيع في متاجر الهلال. فيستطيع جميع الجماهير الذهاب للهلال والحصول على هذه أدوات أو أدوات التشجيع بخصم 50 ريال، وأيضا بحكم أنه الصيف والجو والحرارة إن شاء الله سوف نقوم بتقديم يعني عشرات الألوف من المياه ومن العصيرات إن شاء الله، يمكن حوالي 30,000 أو 40,000 قارورة مياه إن شاء الله سوف تقدم الجميع في هذا اليوم. هذه عشان الحر بس؟ هي طبعا لا ما هي علشان الحر، ولكن جت مواتية بالنسبة للجو، ولكن المباراة تفرض نفسها مهمة جدا، هي مفصلية وهامة، وأعتقد أن الهلال إذا تجاوزها سوف تكون كثير من الضغوط النفسية على الجماهير وعلى الهلال وعلى اللاعبين زالت إن شاء الله. برافو. يعني أنا أكثر شيء يعجبني الأشياء اللي زي هذه، اللي تعني جو حار وناس تبغى تبورد شوي، أهم شيء بس ما تكون يعني تكون المياه باردة فعلا، مو بزي عند الملعب يلقونها الناس. لا ان شاء الله حتكون في برادات، في شاحنات مبرده، وحتكون ان شاء الله في مياه وفي عصير. حيتم توزيعها في المدرج ولا عند المداخل؟ عند المداخل ان شاء الله حسب التنظيم والترتيبات اللي جتني من الشباب اليوم، انه خلاص الامور اوكي، نتفق مع اداره الملعب او الاستاد
واعتقد الامور تكون ان شاء الله طيبه، وان شاء الله اذا فاز الهلال وانا متفائل جدا ان شاء الله المباراه القادمه حتكون مفاجاه اكبر، والمباراه اللي بعدها مفاجاه اكبر، واذا فاز ان شاء الله في الاسيويه حتكون مفاجاه الكبرى. وحنا دائما فينا يعني في الشركه نعتقد ان الاسيويه هي اهم فعاليه واهم. ليش هذا الهلال؟ ليش حمود؟ الاسيويه طبعا نتكلم عن قاره اسيا، يعني تتجاوز حدود الجغرافيا وحدود ال، والاسيويه فيها طبعا فرق محترفه جدا وفرق قويه، وطبعا هي زي ما تقول الفعاليه الاخيره التي بقيت لنادي الهلال في هذا الموسم. وحتى لو ذهبت ايضا حتى للمشاركين معنا كرعاة زي اديداس دائما يضعون الجوائز والمكافآت لفوز الهلال الاعلى في الاسيويه مقارنه بالمحليه. طيب حمود خليني بس اسال كذا سؤال سريع، يعني هذه المداخله او هذه المبادره نعتبرها نوع من انواع مبادرات حسن النوايا، على اعتبار انه في هالبرنامج قبل شهرين او ثلاثة شهور كان في حديث لك في برنامج كوره اثار حفيظه رئيس نادي الهلال وخرج وقال حمود الغبيني احيانا يتحدث باشياء او لا تعكس وديه العلاقه او العلاقه الوديه بين الهلاليين وموبايلين. طيب ما فهمت ايش السؤال. هذه المبادرة مبادرة حسن النوايا، يعني انه ترى امورنا طيبة يا هلالية لا تزعلون. لا اصلا حسن النوايا موجود، هو الاصل في العلاقة ما بيننا حسن النوايا، وما شذ عن هذا يعتبر يعني شيء غريب، لكن حديث الامير عبد الرحمن فهد يعني حديث اعتز به واقدره واحترمه وكل الاحترام والتقدير، هو الاخو الامير عبد الله مساعد وجميع الهلاليين والادارة الهلالية، وما بدر سبق شرحناه في اكثر من مناسبه انه سي فهمه، وانه العناوين التي وضعت في الحوار كانت يعني محل استغراب، ولم تكن هنالك اي مبادره سيئه وبشكل مباشر او غير مباشره لنادي الهلال، وهذا الشيء معروف. احنا كل مبادرات خلال اربع خمس سنوات الاخيره مع الهلال مبادرات ممتازه، الهلال دائما كان سباق في افتتاح المتاجر، في العضويه، في الاحتراف، في الابداع، في الابتكار، في الباقات، في ايضا حتى في العروض الترويجيه لنادي الهلال كانت موبايل هي السباقه، وهذا شيء مشهود. احنا نجيب ننظر للعلاقه تاريخ كامل، اذا كان هناك اختلاف وجهات نظر من الوقت الاخر شيء طبيعي، ولكن نحن نعتقد ان العلاقه ليس فيها غالب او مغلوب، هي علاقه يعني يسودها الاحترام والتقدير، ويجب ان تكون مبنيه على المصالح كشركات. يعني وانت عارف الاخ تركي انه الشركات دائما تبحث عن مصالحها، ولكن هذا لا يمنع ان يكون في ايثكس وفي مبادئ وفي اخلاق وفي احترام. طيب الاستاذ حمود غبيني النائب رئيس الاول للعلاقات العامه وخبرات العملاء في موبايل، شكرا جزيلا لك. محمد التذاكر مجانيه ومشروبات بارده يعني توزعها الشركه. يعني مثل شركه موبايلي يعني تؤكد انه مثل هذه المبادرات هي القطاع الخاص اللي تستخدمه في عملها من خلال ترويجها وتسويقها للكثير من العمل، بلا شك هو يعني يقرب من العميل. انا اعتقد مثل موبايلي هي ولدت من رحم القطاع الخاص، ولذلك دائما نجاحها بالفعل يعني يؤكد استمراريتها، على عكس بعض الشركات ولا أريد أن أسمي، دائما يعني بعض الشركات قد تقدم مبالغ فقط دون مبادرات أخرى. على عكس موبايلي لا، تمارس دور جميل في التسويق وفي التعامل مع العميل بشكل إيجابي، ولذلك نجحت. نايف مهم يعني خلنا نقول هذه الشغلات اللي لها علاقة بالجمهور. أكيد أول شيء يعني التسويق يجب أن يكون من موبايلي ويجب أن يكون من الهلال نفسه، هذه مباراة مفصلية تنقلك إلى دور الثمانية، مباراة واحدة قد تكون يعني تغير أشياء كثيرة، حتى وإن كان يعني إدارة الهلال أو لاعبين الهلال أو جمهور يرون أشياء كثيرة في النادي، لكن المستقبل هناك يعني دور الثمانية الموسم القادم، فيمكن إصلاح ما يمكن إصلاحه، الحضور الجماهيري أن تستغل المباراة على أرضك،
شيء مهم، حضور الجمهور بكثافة يدفعك إلى أنك تكون يعني أقوى سيطرة على الخصم. التسويق من جانب موبايلي يعني أنا أشوفه شيء إيجابي، وأيضا من الجانب الأندية يعني في أوروبا يصلحون حملات رغم الكثافة الجماهيرية للأندية يعني للحضور المتوقع، لكن يصلحون حملات ترويجية مثل لها المباراة. هذه مباراة يجب أن لا يغفل عنها الهلاليين لأنها مباراة سوف تنقلهم إلى دور الثمانية. الاستقلال أو النظرة إلى الخصم نظرة يعني أن المباراة أقل أو قد تكون هي من فريق أمام فريق خليجي أو ما إلى ذلك، قد يعني تكون يعني نتائجها ليست إيجابية. طيب محمد، الخبر الأول اللي هو اعتماد بطولة السوبر. طبعا كأس السوبر سبق أن يعني أشير لها في عدة مواسم سابقة لكن لم تقم بصراحة. الميزة في هالكأس أنه مثل ما ذكر الأخ نايف الجانب المداخيل أو دخل المباراة حيكون لصندوق اللي يسمى صندوق الوفاء، لكن رغم أن صندوق الوفاء أقر لكن لا زالت معايير إدخاله في اللاعبين المصابين أو الذين يتعاملون ب أسلوب معين لا زال غير واضح. لكن بشكل عام كأس السوبر أنا أعتقد أنها ميزة إيجابية تسجل لاتحاد كرة القدم، رغم أني سمعت تصريح للمتحدث الرسمي أن هذا الكأس قد يتغير لأي سبب من خلال الاتحاد المنتخب، بمعنى أن الاتحاد المنتخب قد يلغي هذا القرار. طيب خبر معانا أنه رئيس النصر يقبل استقالة السويلم ويكلف العثمان بإدارة الكرة. محمد، يعني الحديث عن النصر الآن بعد الخسارة كما يقال المصائب لا تأتي فرادة، فإشكالية الآن فريق النصر أنا أعتقد أنها ما هي بإشكالية إدارية بالذات من مدير الفريق محمد السويلم. خلال 3 إلى 4 أشهر قدم عمل جيد، وقد يكون في اختلاف في وجهات النظر، لكن أعتقد أن الأمور الفنية هي اللي يفترض من الإدارة النصراوية تركز في البحث عنها. هناك جوانب قصور كبيرة في العناصر الفنية خاصة العناصر الأجنبية هي من يفترض أن تبحث عنها الإدارة. الجانب الإداري قد يكون مكمل. والله ما أعلم بصراحة، لكن قد يكون. شوف محمد سويلم أتى باستشارة وبتكليف من الأمير وليد بن بدر كمشرف عام السابق. الأمير وليد ترك النادي، فيبدو أن الكيمياء بين رئيس النادي وإدارة النصر ومحمد السويلم غير موجودة، فلذلك تمت الاستقالة لاختلاف وجهات النظر. أنا متأكد من ذلك. نايف، والله أشوف يمكن محمد السويلم قدم عمل يشكر عليه. أنا أشوف أن الوصول لنهائي في ظل الظروف اللي يعيشها نادي النصر بغض النظر عما قدم النصر في النهاية يعتبر شيء إيجابي أن تصعد إلى المنصة، أن تصل إلى النهايات. هذا يدفعك إلى أنك يعني تكسر حاجز أنك بإمكانك أن تعود إذا ما حصل يعني دعم بلاعبين أجانب بلاعبين محليين. ترى يعني رغم الخسارة أنا أرى أن إيجابياتها كثيرة على النصر إذا ما استثمرها استثمار إيجابي. بصراحة يمكن محمد السويلم رجل خلوق، أنا أعرفه شخصيا ورجل محترم وإنسان رياضي، وقدم عمل يعني أنا لا أستطيع أن أقيمه، لكن أتمنى له التوفيق سواء في النصر أو في أي مكان آخر. فاصل قصير، بعد فاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج.